انهيار وشيك لمفاوضات وقف اطلاق النار وتصعيد بين إسرائيل وحزب الله. حملة هاريس تجمع 500 مليون دولار وماسك يستطلع وراء مستخدمي إكس. طالبان تتفاخر بتدمير 21 ألف آلة موسيقية في عام واحد. خبرنا الأول من الحرب في غزة، إذ نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وشك الانهيار، ولا يوجد اتفاق بديل واضح يمكن طرحه في السياق. تهم مصدر في الفريق الإسرائيلي المفاوض تهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق بفرض مطالب جديدة بينها بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا وممر نتسليم. ورداً على هذه الاتهامات نفى مكتب نتنياهو مزاعم المصدر واصفاً إياها بالأخبار الكاذبة. في استمرار للمواجهات المشتعلة منذ أشهر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، استهدف الجيش الإسرائيلي مستودعات لسلاح حزب الله في البقاع شرقي لبنان، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. كذلك اغتالت إسرائيل خليل المقدح شقيق القيادي بحركة فتح منير المقدح إثر غارة شنتها طائرة مسيرة على منطقة صيدا، الذي قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه كان يعمل مع الحرس الثوري ينقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله والضفة الغربية. من جانبه شن حزب الله هجمات بعشرات الصواريخ والمسيرات على مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان وقرب المنطقة الحدودية. إلى الولايات المتحدة، جمعت حملة نائبة الرئيس كاميلا هاريس الانتخابية قرابة 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي، وهو مبلغ غير مسبوق يعكس حماس المتبرعين قبل الاقتراع الرئاسي المقبل. وفي سياق السباق إلى البيت الأبيض، أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استطلاع رأي على منصته إكس لاستطلاع آراء المستخدمين حول نسبة تأييدهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ولمنافسته الديمقراطية كاملا هاريس، حيث أظهرت نتائجه تقدم ترامب. في إطار إعلانها عما وصفتها بالإنجازات التي حققتها خلال عام 2023، أكدت سلطات في حكومة طالبان أنها دمرت أكثر من 21 ألف آلة موسيقية، كونها تعتبر من المحرمات والمعاصي بحسب قولها. المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محب الله مخلص أعلن كذلك إيقاف نشاط أكثر من 25 ألف مركز كمبيوتر تنشر فيديوهات غير أخلاقية وفق تعبيره خلال عام واحد. وفي خبرنا الأخير، علقت شركة بوينغ الرحلات التجريبية لطائراتها الجديدة ذات الجسم العريض 777X بعد ملاحظة عطل في قطعة تربط المحرك بجسم الطائرة. هذا العطل من شأنه أن يثير قلقاً جديداً لدى شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بعد أعطال عدة في طائراتها، فيما قالت الشركة إنها حددت عنصراً لم يعمل كما هو متوقع وبأن فريقها يدرس هذا العنصر وستستأنف رحلات الطائرة التجريبية عندما تصبح جاهزة لذلك.